كارلا مليحة، أخصائي التغذية، هي اليوم تحكي لنا طبعا عن موضوع المرأة الحامل، الممنوعات والمسموحات اللي لازم تتناولها طبعا بالغذاء اليومي. طبعا احنا بنقول ترجع بالسلامة لكارلا حبيبة مراد، نحن بانتظارها، وخلال هالأسبوع يعني فرصة سعيدة ان نشوفك كارلا كمان معنا مرة بعالم الصباح. كارلا، حكينا امبارح عن تحضيرات المرأة الحامل او المرأة قبل ما يصير الحمل، بين الغذاء، بين الفيتامينات واللي لازم تتناولها تحضيرا للحمل، ولكن هلا صار الحمل، كيف لازم تتعامل مع جسدها ومع التغذية لانه تخلص هالمرحلة بشكل سلمي؟ صح. اول شيء رزاف، اليوم رح نبلش حلقتنا بكي شو هن اهميه الماكولات اللي لازم تتناولها المراه الحامل. رح نحكي عن المغذيات اللي كثير مفيده لها بهالفتره، قبل ما اذا بقي معنا وقت رح نحكي عن الممنوعات اللي هي لازم تبتعد عنها. اول شيء بدنا نذكر انه الحمل هو حاله، منا حاله مرضيه مثل ما اوقات كثير بنلاقي الحوامل قاعدين وحسوا دغري بياخذوا بيعتبروها فتره لنقعد فيها ونرتاح فيها، لا بالعكس وخلاص بصير يزيدوا الكيلويات بسرعة. لا، هي فترة بالعكس، هي حالة استثنائية لازم نستمتع فيها قد ما فينا ونعرف نستفيد منها لحتى تكون فترة سليمة تفيدنا وتفيد أكيد الجنين اللي نحن عم نحمله. هو بس اللي عم بيصير بهالفترة هو تغيرات عن صعيد الفيزيولوجية، تغيرات عن صعيد الهرمونات، كمان تغيرات فيزيك، يعني إذا بدك على الشكل عم بيصير في تغيرات عند المرأة، فمنشان هيك بتلاقي في كتير فترات المرأة عم بتحس إنه أو ديبرشن أو هيك. لا، لازم بالعكس نعرف نتعامل مع هالموضوع. كيف بدنا يعني قد ما نحن بنحافظ على أكل سليم وغذاء سليم، قد ما نحن عم نحافظ على healthy pregnancy إذا بدك، أو فترة حمل صحية. نعم. وأكيد قد ما عم يكون عم البيبي أو الجنين يلي بقلب بطننا عم ينمى بطريقة سليمة. كيف بتصير زيادة الوزن بهذه الفترة؟ في كثير بدنا ننتبه للحوامل يلي عم ياخذوا وزن كثير سريع بأول فترة، هذا الشيء خطأ. يعني بوقفهم بعدين. صح، يعني هيدا مش انه انا دغري حامل دغري، يعني بقدر انا باول تريمستر او اول 3 اشهر انه يصير معي زياده وزن 4 ل 5 كيلو. لا، بدنا ننتبه لهالموضوع. زياده الوزن بتصير على الشكل التالي، باول 3 اشهر او اول تريمستر الوزن المفروض ما يزيد عن بين النص كيلو والكيلو، يعني وال 2 كيلو عفوا، يعني هيدا باول تريمستر كله، يعني يلي اخذت 4 5 كيلو هيدا اخذت كثير. بثاني تريمستر ببلش يزيد الوزن بين نص كيلو كل جمعة، يعني بثلاثة بالأشهر يلي بعد ثالث شهر بيصير الوزن المرأة بتقدر تاخذ نص كيلو بالأسبوع، يعني 2 كيلو بالشهر، يعني تقريبا 2 كيلو بالشهر. 2 كيلو بالشهر، يعني انت عم تحكي 3 اشهر، يعني تقريبا الفترة كلها المجموعة كله تقريبا بين 12 وال 16 كيلو، يعني اذا المينيموم للماكسيموم بين 12 وال 16 كيلو. هلا كيف المرأة اللي عندها كيسز، يعني مثلا المرأة اللي عندها وزن تحت الوزن الطبيعي بحق لها تاخذ بين 12 كيلو ل 18 كيلو خلال كل فترة الحبل. المرأة اللي عندها زيادة وزن، يعني اوفر ويت، يلي بيكون البي ام اي تبعها بين ال 25 وال 30 فيها تاخذ بين ال 7 ل 11 ل 12 كيلو، 11.5 يعني 12 كيلو تقريبا. هو بصير العكس، اللي بتكون ضعيفه بده 100% تربح اقل، وتكون ناصحه بتربح اكثر. منشان هيك نحن هيدا الشيء بدنا ننتبه له، يعني هيدا عاده بيصير يلي هو خطا، فبدنا ننتبه انه المراه تنتبه لما تكون هي عندها وزن زايد انها ما تاخذ كثير، والمراه يلي عندها اوفر يلي عندها اوبيزيتي يلي عندها بدانه انها ما تتعدى ال 7 كيلو بخلال كل فتره الحبل حمل. يعني بعرف في كثير اوقات عالم تاخذ 22 كيلو، يعني بنسمعها كثير هيدي. اذا كانت المراه وزنها اندر ويت او تحت الوزن ما في مشكله اذا وصلت لل 20 كيلو، ولكن المراه اللي هي عندها اوفر ويت او وزن زائد او بدانه ما تتخطى ال 7 ل 10 كيلو ماكسيموم. طيب هودي المثاليات اللي عم نحكي عنها، يعني نحن بالنسبه للوزن الغذاء اللي لازم تتناوله اكيد بده يكون صحي، يعني بده يكون الغذاء المثالي اللي نحن بنعطيه للكل، يعني ما في شيء بيفرق عند المراه. هلا
المرأة نحن أهم شيء بدنا ننتبه له يلي هي كثير بنسمعها، بدك تاكلي لشخصين، لا ما بدها تاخذ لشخصين، يعني إنه بدك تاكلي لإلك ولا لطفلك، لا ما بدها تاكل لإلها ولا طفلها، هي بدها تاكل لإلها. الطفل رح ياخذ يلي بده إياه، ما تخاف، يعني هي بس المرأة لازم تخاف لما بيكون في عندها كارونس أو لما بيكون في عندها نقص بمعادن معينة أو بفيتامينز معينة. معك حق، هو رح ياخذ من جسمها ولكن صح. هي رح يصير عندها نقص لأنه هدول عم تاخذهم عادة عم تاخذهم لجسمها. مزبوط 100%. منشان هيك نحن عم نقول إنه الأكل لازم يكون صحي، لازم يكون معتدل، لازم يكون إكيليبري، لازم يكون فيه كل المجموعات الغذائية. المرأة يلي بتحس لحتى عم نقول عم نحكي بالمثاليات كيف بنقدر نظبطها، المرأة يلي عم بتحس خاصة بأول فترة من الحمل إنها عم تاخذ وزن كثير بسرعة، لازم تخفف من الأكل، من تناول الكالوريز، وهن بيجوا من الفات، من الدهون ومن السكريات. يعني هذا يعني إنه الوزن مش فيتامينز، الوزن عم بيجي من قصص مش مفيدة. أكيد 100%. الوزن عم تاخذه من 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 مغذي، مش من المغذيات الفيتامينز والمينرالز، عم تاخذهم من قصص الدهون والسكر. منشان هيك إذا حسيت بأول فترة أول تريماس عم تاخذ وزن كثير، بتخفف الكالوريز اللي عم تاخذهم، بتخفف الوحدات الحرارية، بتخفف السكر، بتخفف مثل اللي عم نشوفها الصورة هلا اللي كثير بتشهي حطوا لنا إياها، بدنا نخفف هال حامل وغير حامل رح ينقضوا عليها. صح جوزيف، هيدي الصورة بتذكرني بهانيا أنا. هلا هانيا عم تحضر قصص فيها جوز وهيك مفيدة شوي أكثر، فلازم نخفف من هدول المأكولات ونكتر المغذيات، الخضرة، الفواكه، وأكيد الكاربز وغيرها. أما المرأة يلي عم تربح وزن، يلي عم تربح وزن بطريقة كتير ضعيفة، بالعكس تزيد شوي من الكالوريز يلي عم تاخذهم ولكن باعتدال. هلا لننتقل بسرعة للمغذيات، المغذيات يلي لازم المرأة تركز عليهم. رح نبلش مع الحديد. الحديد جوزيف بيزيد عند المرأة العادية من 18 ميلي جرام بالنهار ل 27 ميلي جرام بالنهار الواحد عند المرأة الحامل، لأنه عند الحامل نسبة الدم بتزيد، يعني الدم بيزيد بالجسم بنسبة 50%، ولحتى نقدر يكون في عنا هيموجلوبين أو لحتى نقدر نعمل الكريات الحمر كمان لازم يكون في عنا نسبة حديد عالية. سوري السؤال، قلتي لي انه بتزيد كميات الدم بنسبه 50%، بيصير في عندنا الدم عند المراه بيزيد بنسبه 50% تقريبا، في عندنا كمان البيبي وفي عندنا هي كمان بزيد نسبه الدم عندها. نعم. فلحتى نقدر يكون في عندنا تكفر تكميه تكفر كل هالنسبه هيدي، لازم يصير في عندنا اكيد الكريات الحمر، يعني لازم يكون في عندنا ايرون او الحديد ناخده. يعني بحق لنا محل 18 27 مش بحق لنا، لازم ناخذ 27% بالنهار ميلي جرام من الحديد. وهذا الشيء اكيد بدنا ننتبه نحن على طول كاخصائيه تغذيه بننصح بننتبه بنركز على الاكل. لا. ولكن لازم ننتبه انه اوقات كثير بناخذ سبلمنتس، بمعظم الحالات بناخذ سبلمنتس وهدول على طول بيكونوا ريكومندد من الحكيم، يعني على طول بنلتجئ مش لحالنا، على طول مرجعنا هو الطبيب لحتى يحدد لنا قديش كميات الفيتامينز اللي نحن بحاجه لها. وين بنلاقي الحديد؟ اكيد الكل صار بيعرف، بنلاقيها باللحوم، بنلاقيها وخاصة ناخذ اللحوم يلي هي ما فيها كثير، يعني قليلة الدهون، بنلتجئ على طول للحوم قليلة الدهون، بنلاقيها اكيد بالخضار الخضراء مثل السبانخ فور اكزامبل، الملوخية، وعلى طول صرنا بنعرف بنزيد لهم حامض كرمال يصير امتصاص الحديد بطريقة أفضل. وكمان أكيد من العدس، أكيد من العدس، يعني كل البقوليات خاصة يعني العدس بالأخص، كمان نزيد لهم حامض، كل هدول نزيد لهم حامض كرمال يصير في عنا امتصاص للحديد، وكمان فينا نلاقيهم بالحليب ومشتقاته. بالنسبه للفوليك اسيد، هو فيتامين حكينا عنه امبارح كمان بالتفصيل، بس بدنا نزيد انه بيزيد تناوله نسبته لتقريبا 600 ميكرو جرام بالنهار. اكيد كثير مهم لنتفادى العيوب الخلقيه عند الجنين. لازم المراه تبلش فيه مثل ما قلنا امبارح قبل ما تحبل وبفتره الحمل كمان. شو الاكل، المأكولات اللي لازم نلاقيها هن كل شيء فيه تقريبا كمان فيتامين سي، بنلاقيها كمان بالعدس هيدي لك، كمان بالفواكه، وفي عنا مش بكل الفواكه ولكن في عنا كمان اوقات بنلاقي سيريالز مدعمين بيكونوا بالفوليك اسيد، وفي حال ما قبل الحمل خاصه، في حال ما كنا عم نتناول كميات كافيه من الطعام بنلتجئ للسبلمنتس. ننتقل للايودين او اليود.
كمان في عنا عصاريح هنقول هن كثير مهمين لنمو الدماغ عند يعني للتكوين اذا بدك الدماغ لتكوين الجهاز العصبي عند الجنين. بالاجمال هو مفيد لتكوين الجنين خاصه اول فتره من الحمل. كمان في عنا بننتبه على الفيتامين سي والفيتامين دي والكالسيوم. هدول كثير مفيدين للمراه للام الحامل وللجنين. خاصه الفيتامين دي مفيد للجنين كرمال يقدر هو يمتص الكالسيوم، بيساعده لحتى يمتص الكالسيوم لحتى يصير في عنده تكوين للعظم. وكمان طبعا لبعدين للسنين. بدنا ننتبه نقلها للمرأة الحامل انها تزيد كثير من كمية السوائل لانه السوائل هي كثير بتساعدها لحتى لبعدين، خاصة لحتى بفترة الرضاعة كمان هي بتساعدها لحتى ما يصير في عندها اكتئاب. خاصة بنعرف انه المرأة الحامل في واحدة من المشاكل يلي بتكون موجودة معها هي حالة الاكتئاب، فبنقلها تزيد السوائل لـ10 كبايات بالنهار. من بيناتهم اكيد يكون في حليب، يكون في كمان شوربه والمي اكيد ما بننسى. بدي بس قبل ما ننهي كمان ننتبه كثير على الاوميجا 3. هيدي ديلام عند الكل انه باكل سمك ما باكل سمك. نحن بنقول على طول انه الاوميجا 3 هو كثير مهم للمراه الحامل، خاصه للجنين، للنمو الفكري عند الجنين. وكمان لتقويه جرعات النظر. اضافيه ولا سمك؟ فينا ناخذ جرعات اضافيه ولكن فينا ناكل سمك. السمك اللي فينا نتناوله، فينا نتناول مثل التونه مثل السالمون، فينا ناخذ كمان زيت السمك كله بيقول اخذ زيت سمك على صغر نصحت على كبر. لا 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 لا، هيدا نحن عم نحكي عن الاوميجا 3 هو اللي كتير هو زيت سمك. ايه صح، يعني هو زيت سمك بس ما عم نحكي عن المراه الحامل مش عن البيبي يلي بياخذ زيت سمك، وهدول اوقات بيكونوا خاطئين يعني مش بس سؤال هو بينصح شيء؟ لا لا لا، الزيت هو زيت. الزيت هو بالنتيجة زيت، ولكن الأوميجا 3 الموجود بزيت السمك هو مفيد. إذا عم ناخد كل شيء أكسترا أكيد جوزيف مثل كل شيء رح بيصير في عنا تغيرات، ولكن لا هو بحد ذاته زيت بس كتير مفيد. وبس بدي انتبه أنه ما ناخد سمك ني، هي هي يعني السوشي والأسماك النية والأسماك اللي فيها صح كرمال البكتيريا الموجودة بقلبها. هلأ طبعا في عنا الممنوعات نحكيهم بحلقة تانية. تانكيو لألك كارلا. لكل المشاهدين احنا وياكم سوشي. لا بس ما تكون مرأة حامل. لكل المشاهدين مكملين احنا وياكم عالم الصباح، بريك قصير وبعدها بنعود للمتابعة أرض وورد مع كندا. خليكم معنا.